ويرزقهم الله اليقين. قال تعالى: على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لن يستطيع أحد أن يسبق الله سبحانه، ولن يستطيع أحد أن يعجز الله سبحانه. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. ليس المراد منهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا ومن ثم إباحة الخوض واللعب كما فهمه عدد ممن قل فهمهم فيفهمون من قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إباحة الكفر، وأن كلا مخير. وهؤلاء قوم من الليبراليين الذين يروجون لمبادئ الحريات تحت شعار أنت حر لما لم تضر، فيقولون إن الله قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكل يختار الذي يريد ولا يحاسب أحد أحدا. ويتركون آيات القتال والجهاد وأحاديث لا حصر لها كقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يتركون أحاديث لا حصر لها ولا يقف أمرهم على تركها، بل يتحاملون على الآخذين بها والمعملين لها. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا. ليس المعنى الإباحة، إنما المعنى التهديد.